تنويه هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوه انت اللي هتقول ازاي بتقولوا عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. لحد فترة قريبة كان أي حد بيمشي من شغله كان بيبقى زعلان ومتأثر، وكانوا بيعملوا له كده زي حفلة وداع، وكان بيقول فيها كلام لطيف من نوع هتوحشوني والمكان صعبان عليا والعشرة والكلام اللطيف ده. دلوقتي الوضع اتغير تماما، أي حد عايز يمشي من شغله بيلبس أشيك لبس عنده وبيروح يقدم استقالته ويقف قدام الشركة ويعمل سيلفي الاستقالة. وسيلفي الاستقالة ظاهرة محتاجة دراسة. احنا ليه مبسوطين قوي كده واحنا ماشيين من بعض الاماكن اللي اشتغلنا فيها وتعرفنا فيها على ناس؟ سيلفي الاستقالة سببه حاجة اكيد حصلة، نتكلم عنها النهاردة. مرحب في شغل عالي، البرنامج المصري جدا اللي بيكلمنا عن تلت حياتنا، الشغل اللي بنقضي فيه وقت طويل جدا، وقبل كده ما حدش علمنا نعمل ايه في الوقت الطويل اللي بنقضيه ده. عشان كده في شغل عالي قررنا انه في كل حلقه نركز على شغلانه او وظيفه بعينها، ونقابل كبارات الشغلانه ونكشف اشهر 10 كذبات واشهر 10 تحديات في حياه اللي بيشتغل في الوظيفه دي. وهتكون عينينا كمان على المستقبل، فهيكون معانا مستقبل الشغلانة. شغل عالي شغل عالي. تخيل كده انك دخلت مطعم شيك وكل اللي حواليك في ارقى صورة، والخدمة ممتازة والاكل سخن وما تأخرش، والويتر كمان ابتسامته ظريفة ونفذ كل اللي انت قلت له عليه. الطبيعي ان ده شيء عادي لانك بتدفع فلوس وقدامها خدمة، لكن ده كمان بيكون حافز ليك انك تكافئ المطعم والويتر بشكل خاص، انك تديله اكرامية منك بتشكره بيها على ذوقه ومجهوده. تخيل بقى لو صاحب المطعم قرر يمنع التبس تماما. طب ليه قطع الارزاق طيب؟ لا، ما هو منع التبس ورفع رواتب وأجور العاملين في المطعم علشان يبقى متوسط مرتب الواحد منهم 35,000 دولار في السنة. يعني ببساطة اللي شغال في المطعم ما بقاش مضطر انه يسعى للتبس، ولكن بقى مضطر انه يشتغل أحسن من الأول تقديراً لصاحب المطعم اللي عمل معاهم الواجب. صاحب المطعم اللي اسمه بوبي فراي في بيتسبيرج في الولايات المتحدة قرر انه يعمل لهم نظام رعاية صحية ليهم ولأسرهم. ومش بس كده، بوبي فراي ادى لكل واحد فيهم 500 سهم من اسهم المطعم، يعني خلاهم ملاك مش مجرد ناس بتشتغل في المكان، وليهم كمان اجازة سنوية مدفوعة الاجر علشان يصيف هو والعيال. وما سمعش حد بيقول دول كده هيطمعوا فيه، علشان ارباح المطعم زادت 3 اضعاف في شهرين. اصل ده كتالوج معروف، جزاء الإحسان لازم هيكون الإحسان. دي واحدة من الأفكار المبتكرة في صناعة الولاء لمكان العمل وإدارة شؤون العاملين. مش شرط تكون صح في كل المهن، بس في الآخر العبرة بالنتائج. شغل عالي شغل عالي. إحنا سؤالنا النهاردة مش ليه الناس بتمشي من أماكنها، سؤالنا ليه الناس بتبقى زهقانة قوي كده من أماكنها، وليه في أماكن طاردة للعمالة بشكل رهيب ومعدلات تغيير الناس فيها مرعب، بتزهق وبتتعب. خليني أقول لك بقى على خبر حلو قبل ما أقول لك إنه بيئة العمل ضاغطة وإن الناس بتتعب في شغلها. عندي خبر حلو جدا يخص مصر. مصر اتصنفت في التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة كواحدة من أفضل الإيكو سيستمز أو البيئات الصاعدة على مستوى العالم اللي بتوفر مناخ مثالي لإنشاء ونمو الشركات. استنى بقى، لأن المعلومة دي تبان كده مجعلصة،
لكن ببساطة يعني التصنيف بيقول إن مصر مكان كويس جدا تعمل فيه شركة جديدة وتكبر الشركة دي بسرعة ومعدلات جيدة جدا. والبيان لهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات إتيدا. المعادلة واضحة، يعني عشان أعمل شركة وأكبر يبقى أنا أكيد عندي فكرة وعملت شركة، ومحتاج بقى موظفين يشتغلوا في المكان ده وأوفر لهم كمان بيئة عمل كويسة فتطلع نتائج مهمة أو تفرق. لكن الحكاية بقى لما بتبقى بالعكس، الموظف وبيئة عمل ضاغطة بتضايقه ما بتصلحش، يطلع إنتاج ضعيف، فكرتك تروح، شركتك كمان تضعف. فالسؤال بقى، هو صاحب العمل ما فكرش ليه في الحسبة دي، في المعادلة دي؟ طيب أنا لو صاحب عمل أعمل إيه؟ الإجابة ببساطة على رأي القول المشهور، اعمل الصح. بجد اعمل الصح. اعمل الصح مش مجرد إفيه في فيلم بس، صدقوني ينفع نفتكرها. دور على الصح واعمله. مش معقول يكون حد صاحب شركة مش عارف إنه لو الموظفين اللي بيشتغلوا عنده مش مبسوطين مش هيقدموا أي إنتاج. دي أول خطوة. لو سألت أي واحد تعرفه بيشتغل تتمنى إيه في شغلك، هتلاقي بس كده عينه بتدمع شوية وبيفتكر المرتب. أول حاجة هتيجي على بالنا طبعاً أتمنى مرتب أكبر، فلوس زيادة. لكن غير الفلوس زيادة طبعاً هيفكر في حاجات شبه الأجازات، الحاجات التقليدية. متهيألي هو ما بيفكرش في حاجات تانية لأنه مش متوقع. يعني لو قلت له مثلاً إيه رأيك لو وفرنا لك مكاتب مريحة، لو وفرنا لك ألعاب ترفيهية، لو وفرنا لك في المكتب طرق كده تخليك تهدى خلال يوم العمل، تصدقوا أنه 90% مننا هيتخيل أننا بنتريق عليه. ومنعاً طبعاً لزيادة الزعل ومش عايزين نضايق حد ونفكر أنه في حاجة اسمها كده وفي بيئة عمل، خلونا هنبتدي بفكرة مهمة جداً من معهد Great Place to Work. دي منظمة عالمية بتركز على دراسة بيئة العمل، وبناء على كده اتعملت إحصاءات كتير بتشوف أو بترتب الشركات بناء على بيئة العمل جواها. قبل ما تفتكر إنه هي بس الشركات العالمية الضخمة الكبيرة قوي هي اللي بتركز في ده، هقولك المفاجأة إنه لأ، 46% من الشركات في العالم كله ما بتهتمش أصلاً ببيئة العمل. دي شركات عالمية لكن معظم الناس مش بتركز، مش بتهتم، هو عايز نتائج. عشان كده خلي الموظف بعيد شوية، ونفسي أتكلم مع أصحاب الشركات. فاكر أو عندك حصر بمعدلات الاستقالات في شركتك اللي بيسموها يعني التيرن أوفر؟ إزاي التيرن أوفر عندك بقى عالي جداً كده؟ إزاي مثلاً في الفترة في آخر 5 سنين مفيش موظف بيقعد معاك أكتر من سنة؟ ما نفسكش مثلاً أن يتقال عليك شركة الناس بتكبر فيها؟ ما نفسكش يتقال أنك مش شركة محطة الناس بتروح تشتغل 5 شهور 6 شهور وتمشي؟ أكيد كل صاحب عمل يتمنى ده. Great Place to Work، المعهد اللي كنت بقولكم عليه، عمل إحصاء لطيف وقال أن 86% من الموظفين عندك غالباً هيحبوا يقعدوا ويكملوا معاك في شركتك عشان بيئة العمل. المفاجأة كمان أنه 88% من الموظفين عندهم استعداد يعملوا مجهود أكتر عشان الشركة، بس لأنهم حاسين بثقة وحاسين بدعم وحاسين أنه بيئة العمل بتاعتهم كويسة. الأرقام مرعبة. الإحصاءات كمان بتقول أنهم هيتعاونوا أكتر لمصلحة الشركة. يعني الحسبة كسبانة بكل المقاييس. خبر حلو كمان، وأعتقد ده خبر حلو للموظفين أو للناس اللي بتشتغل خصوصاً في مصر. في مصر بقى في حالة جديدة من الوعي بموضوع بيئة العمل، بدءاً من الشركات الصغيرة اللي بتقعد تحط على السوشيال ميديا صور الموظفين بتوعها مبسوطين وملبسينهم أرجوزات عشان الدعاية للشركة الصغيرة. لأ، مش قصدي كده، قصدي بيئة عمل حقيقي حلو، قصدي تمكين حقيقي للناس. حسب مؤسسة Top Employer العالمية، في شركات مصرية خدت ترتيب في أفضل بيئة عمل لسنة 2020 ولسنة 2021. الشركات دي اتقدرت لأنها اتحطت ضمن أفضل 5 شركات للعمل بعد نجاحات متواصلة في أنهم يوفروا بيئة عمل أفضل لموظفيها. تخيلوا بقى أي حد فينا بيجتهد أن يوفر بيئة عمل ممكن يبقى فاكر أن الموضوع صعب ومكلف وهدلعهم إزاي يعني؟ إحنا مش قصدنا ندلعهم، أو يعني الدلع واجب يعني، لكن بيئة العمل فيها شوية حاجات أساسية خالص خالص وبسيطة خالص ومش صعبة أساسا. بيقولوا أنه بداية من
الكرسي اللي الموظف بيقضي عليه تلت حياته، مش احنا اتفقنا ان تلت حياتنا بنقضيها في الشغل، يفرق. تخيل انه راحت الكرسي دي بيئة عمل كويسة. إضاءة المكتب، لو المكتب فيه إضاءة وتهوية بتفرق في نفسية الموظف. بيقولوا كده ان الضوء البارد الناس بتستخدمه احيانا عشان يزود الانتاجية، لكن اللون الدافي او الاصفر بيخليهم مرتاحين اكتر ومسترخين اكتر. لون المكتب، حاجات سهلة صح؟ بدل الالوان السوداء الكئيبة او الالوان المحبطة او الحاجات اللي مش لايقة على بعض. تخيلوا انه الدراسات بتقول ازرق اصفر اخضر بيحسن التركيز وبيزود الانتاجية. انك تحط شوية نباتات زرع في غرف المكاتب وشوية تهوية كمان مرة عشان تخلي الناس حاسين انهم بني ادمين. تخيلوا لو عملنا شوية الحاجات البسيطة دي، ما اعتقدش انها تكلف اي صاحب عمل حاجة. مش هيقولوا عليك مرفه ولا حاجة، ولا هيقولوا عليك انك مدلع الموظفين، لانه فعلا الاشطر مننا عملوا كده. ملخص الحكاية انه فعلا من حق الموظف يرتاح، من حق الموظف يحس انه بني آدم، وإنه تلت حياته اللي بيقضيه معاك هو مش بيضيعه محبوس أو أسير، لكنه مستمتع. المستفيد الأول والأخير من راحة الموظف هو حضرتك. إنتاجية الشغل وجودة الشغل تفرق كتير جداً في الناس اللي بيئة العمل عندها مختلفة. وأخيراً سيلفي الاستقالة، الظاهرة اللي انتشرت كتير، أسوأ حاجة بتهد وبتأذي سمعة الشركات. لو أنت مكان مريح حتى الناس وهي ماشية من عندك هتبقى ماشية وفاكراك بالخير، وهترجع لك كأصدقاء، مش هيبقى ماشي وهو كاسر ورانا قلة. خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. واحد من كبار الاستشاريين ورؤساء التنفيذيين الخبراء في مجال الموارد البشرية والتخطيط وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في الأصل خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، لكن بعدها حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال. صمم ونفذ أكثر من 60 عملية إعادة هيكلة شاملة في شركات مصرية وعربية وإقليمية. شارك في تصميم المشروع القومي الخاص بتأهيل الشباب للقيادة. خالد حبيب حالة خاصة واستثنائية جداً من الموهبة، موهبة معجونة بالرغبة الشديدة في التأثير والسرعة الشديدة والتنقل المحسوب بخطوات سريعة ومؤثرة. هو خالد حبيب، اسمه علامته التجارية. دكتور خالد حبيب، حبيب الملايين يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مشهور عنك ثلاث حاجات، وانا النهارده بعد ما اشكرك على دعوتك لينا يا نورين عايز اقول لك انت مشهور عنك ثلاث حاجات. اول حاجه السرعه، الانجاز، وعدم التنازل عن مبادئ كتير ساعات بتغيب عن الناس بسبب السرعه. تسمح لي ان احكي في كل طبعا نتكلم في كل حاجه، احنا عايزين نطلع قماش. بقول انا عايز اطلع قماش. انت راجل بتحب تطلع قماش. عمرك حسيت انه السرعه بتاعتك او احساسك انك عايز تخلص حاجات كتير في نفس الوقت خليتك تعمل حاجات بكفاءه اقل او لخبطتك او اثرت عليك؟ عمري دايما باجي على نفسي، بس لازم اطلع القماش. وحطيت قاعده كده ان انا لازم اكمل عمل لغايه اخره. اوكي، مهما اتعورت يمين ولا شمال هعمله صح. وتعلمت دايما اقول للناس حاجه اسمها ديسكليمر كده، اقول له انا على فكره هسلمها لك مش كامله النهارده، بس هظبطها وبكره هتبقى كامله، بعد بكره هتبقى احسن، وهكذا. طيب، التعدد المسؤوليات، كونك بتعمل حاجات كتير في نفس الوقت وعندك اهتمامات كتير ومحافظ عليها كلها، بتعملوها ازاي دي؟ بصي، هي فيها اكتر من حاجه. اول حاجه بتكلمي على طبيعه بشريه، كل واحد عارف طبيعته وعارف دي نقطه مهمه قوي. كنا بنتكلم قبل التصوير الوعي والادراك، فانا عارف نظامي، انا عامل زي بطوط بتاع ميكي، حماسي جدا وسخن جدا، فبقول للناس في بدايه كل حوار على فكره انا سخن قوي. وده يخليني اسالك الحاجه الاخير، فيش وقت بيضيع؟ مفيش يوم بتقول انا عايز افصل النهارده؟ هل ده اصلا صحي؟ انا كل يوم في حياتي بعمل كده، فانا زي ما شفتي الصبحيه في ساعه لقلبك وساعه لربك، فبراعي ربنا قد ما اقدر. الصلاه والحاجات دي بعملها، بلعب رياضه ديلي بيس كل يوم، يا اما بتمشى لجسمك ولصحتك. انا عندي، انت عارفه، انا عديت في حادث وتاني حوادث موت كلها، والحمد لله الواحد يعني صامد، بس ايه، بالرياضه بتحركني.
العيلة لازم مع مراتي وولادي وأختي بتطمن عليهم كل يوم، بتعلم كل يوم عايز أتعلم حاجة جديدة، لازم أقرأ حاجات جديدة أشوف إيه اللي بيحصل في الدنيا ولا كده، لازم أنجز أشتغل. أنا كل يوم ساعة لقلبك وساعة لربك وصحتك وأهلك وحياتك وشغلك كل يوم هعملها، فلازم التوازن، ما ينفعش إحنا نلغي حاجة من الحاجات دي. وده بيخليني عايز أسألك، ما بتحسش إنه عايز احيانا او بتتعصب وتتنرفز لانك شخص منجز، بتتعصب وتتنرفز من الناس البطيئه؟ هو كل حد ليه طبيعته وليه قدرته، في بعض الناس هو ما بيعملش الا حاجه واحده بس بيتالق فيها وبينجح فيها بشكل كويس جدا جدا جدا، ودي قدرته ومتعته كمان. في ناس ثانيه تقلق قوي لو بتعمل اكتر من حاجه في اليوم. عايزه اكمل واسالك في شويه حاجات ليها دعوه بالشغلانه. انت عملت او قدمت لنا نموذج، لانه التنميه البشريه اللي احنا احيانا اتخضينا منها وقفلنا بصراحه منها طلعت بتطلع قماش بحسب طبعًا التعبير طبعًا بتاعك طبعًا. فينفع تعزمنا كده على القهوه واحنا قاعدين ونكمل كلامنا؟ انت بتكلمنا عن تعدد المهام وكمان عن ان احنا نتحمل لو في فرق في القدرات بيننا وبين بعض، بيخليني افتكر ان لازم اسالك انه احيانا، ودي جمله سمعتها من ناس كتير يقولوا لي، انه ساعات الناس اللي ناجحه قوي دي او المثاليه زي ما احنا متخيلين يعني بتحبطنا مش بتشجعنا. موافق على الجمله دي؟ المثالي هو الطبيعي الواقعي، وتشجيع بيجي من هو طبيعي بيعترف انه وقع مره واثنين وثلاثه وغلط. يعني انا اول كتاب ليا اللي هو الثماره سته كان 50 قصه، وانا بكتبه كنت فاكر ان انا عايز يعني اشرك العالم في خبراتي العظيمه، لكن كل ما اقرا قصه بعد ما كتبتها ايه ده انت كنت فضيحه، ده انت لبخت، ده انت غلطت، بس على الاقل عندي القدره ان انا اعترف وارفع ايدي اقول انا اسف يا جماعه انا غلطت. فاعتقادي المثاليه هي قمه الطبيعيه انك تكون حقيقي، واعتقادي ده اللي بيبقى دافع ناس كتير جدا انها تتحسن، يعني مش انك تكون ما بتغلطش. لا خالص، مفيش حد ما بيغلطش. طب بتقول عن نفسك حاجه بتعجبني انا شخصيا، لما بتقول مفيش حاجه في حياتي حصلت بسهوله، بنحس بقيمه الحاجات قوي لما نتعب فيها. حاجة بتيجي سهلة دايما، ما ده طبيعي، ده العادي بتاعي، ومش عادي بتاعك خالص، انت لا تستحق حاجة لوحدك خالص، فبنتعلم من كده كمان يعني. وايه رأيك في الناس اللي لما ما بتجيش من اول مرة بييأسوا وبيحسوا ان الدنيا كلها ضده؟ برضو بقول طبيعي واقع. انا عايز اقول لك الحادثة الاولى بتاعتي، الحادثة الاولى كانت 2005، قبليها كنت عندي احساس رهيب بالاحباط واليأس، واتظلمت في كده ومش عارف ضاع عليا ايه واستحق اكون اعلى واعلى. حصل حادث خرجت منه بمعجزه ان انا لسه عايش، وكان الحادثه دي قالت لك وقف كل حاجه بقى، الدنيا وقفت بالظبط، هي دي الكلمه دي. انا فاكر يومها حتى الدكتور بيقول لي ايدك الشمال ورجلك الشمال مش هيشتغلوا تاني، انسى خلاص. انا متخيله وقع حاجه زي كده على حد زيك. الحياه وقفت، وبعدين فجاه ايه ده، ده انا كنت مهتم بايه، ده انا كنت قلقان من ايه. يوم لما ايدي الشمال لمست وشي تاني كنت ببكي، ومن يومها كان اكبر درس في حياتي ان انا اتعلم اقدر قيمه الاشياء الصغيره في الحياه. من ساعتها بقى خلاص كل اليأس من اي حاجه هتيجي، هتخبط مره والتانيه والتالته، هحاول مره رابعه، ما مجتش خالص يبقى ربنا مش رايد، كله مكتوب، بس انا هعمل اقصى ما عندي بقى، ده الاساس عندي. عملتها ازاي انك تغير مش بس الكارير وتغير شغلانات واماكن كتير؟ ما كانش فيه احساس كده عاطفي كل مره بيربطك تفضل في الحته الامان؟ انا اكتر حته استمتعت بيها عاطفيا هي لحظه الاستقاله، بتبقى جميله جميله قوي قوي، تحس بعديها يس انا حر النهارده. انت عارف في موضه دلوقتي اسمها سيلفي الاستقاله؟ ايوه كله بيستقيل ياخد سيلفي. انا زمان عملتها من ايام ما كانش فيه سيلفي قبل السيلفي. ايوه بس كنت بتحس راحه، واول 24 ساعه راحه زي الفل، وبعدين بعد كده اروح فين بقى؟ ندم بقى وعملنا كده ليه؟ مش ندم، بس انا عايز اقول لك هو الاساس في التغييرات دي كلها، اولا ما حدش يقدر يخطط. اشتغلت مهندس مبيعات، بهدلت لقيت نفسي ما طلعش قماش، واللي جنبي راجل لا يقرا ولا يكتب، ما طلع نتائج احسن مني. قلت لا انا لازم انجح. هنا بقى تخش حته بقى ايه الاراده، تحدي بقى لازم. مش هطلع فاشل يعني. لقيت عندي وقت فاضي، تبان بقى الطبيعه الشخصيه. طب عايز اعمل حاجه تانية، بعت تايم شير. لقيت عندي وقت فاضي، بحب الاذاعه، اتفرجت على فيلم جميل اللي هو بتاع جود مورنينج فيتنام بتاع روبن ويليامز. الراجل كان بيروح يغير المود بتاع الناس كلها ويبسطهم. قلت انا عايز اعمل كده. اول لما الاقي نفسي في اي حاجه مش بعملها كويس او مش مستمتع بيها او الرساله مش واصله كامله وقفت على طول. اول ما جيت هنا الصبح وانا بسلم عليك كده، اول ما جينا قلت لك انت بالنسبه لي كبير شغلانه في الهيكله والاتش ار، ولاننا في شغل عالي بندور على ثقافه عمل جديده وبيئه عمل جديده، عايز اسالك بكل خبراتك الشخصيه دي، شايف ايه اكبر عيوبنا في مصر؟ ليه احنا دايما محبطين من بعض في الشغل؟ طيب هو في اسباب كتيرة جدا. اولها دايما، ودي يعني عقدتي في الحياه ببدا بيها اي محاضره او اي شغل في حياتي، الوعي والادراك.
ان احنا كلنا دايما بنحاول نهرب، بنعمل موضوع الانكار ده، احنا جامدين قوي، مفيش احسن من كده. فاول حاجه دايما عايزين ناخدها بشكل، لو حد جالي بيقول لي انا احسن واحد في العالم، اقول له انت لا تصلح خالص وبكسره. اللي يجي لي طبيعي في النص ده، انا بعمل حاجات كويسه وحاجات مش مظبوط، تعال نتكلم بقى، ده الطبيعي. فاحنا عايزين نتقبل ان احنا طبيعيين. فاول حاجه الوعي والادراك. تاني حاجه، ودي كانت غايبه عننا بقى لنا مده طويله جدا، ان احنا ما عندناش دايركشن، ما عندناش توجه. احنا ما نعرفش احنا عايزين نروح فين، غياب الاهداف مشكله كبيره. نمره 3، واحنا كنا بنتكلم فيها قبل ما نبدا، الثقافه بقى والبيئه المحيطه بينا. والبيئه دي بتتخلق ازاي؟ ان احنا بنخلق حاجه حتى في الاورجنايزيشن، الشركات بنسميهم اورجنايزيشن هيروز، ابطال المؤسسه. مين الشخص اللي انا اشوفه اقول ده مثل اعلى، عايز اعمل زيه؟ مين اللي بيدرس؟ يعني انت شايف انه تمكين الشاطرين طبعا مسؤوليه المؤسسات بقى، مش مسؤوليه المؤسسات بس. دايما بيقولوا التغيير الحقيقي، احنا عندنا من اكتر الحاجات اللي بتغير في اي مؤسسه دلوقتي حاجه اسمها تاثير دون سلطه، انفلوينس ويزاوت اوثوريتي. التاثير الحقيقي من حد بيعمل حاجه طبيعيه كويسه على الارض، الناس بتقلده، وكل واحد عنده حاجه بنسميها دوائر التاثير. والفريق الجميل اللي معانا النهارده، مجرد واحد هيعمل حاجه صح، العشرة اللي حواليه شافوه، ولما سالوه عملتها ليه هيقول لهم عشان كذا وكذا، هو فاهم، بيبدا التغيير. باي حته عايز اسالك عليها، ودي حاجه انا بشوفها في ثقافتنا ومعرفش انت اتغلبت عليها ازاي في المؤسسات اللي اشتغلت فيها، الصعبانيات. يعني انا حاسس اني بشتغل بفلوس قليل وواخد فرصه اقل من قيمتي، انا شايف نفسي دايما احسن واشطر وشايف ان انا محطوط في مكان مع ناس مش مناسبين. احنا عندنا شويه حاجات منوره حوالينا طول الوقت مش راضين عنها، وبصراحه جزء منها حقيقي. دايما بقينا نقول للناس، اولا ما تبصش لغيرك، ثانيا لو انت عملت كل ما عليك وحطيت طاقتك كلها هتبان قدام الاتش ار والناس وهيعلوك. فقبل ما تقعد تعيط وشمعنا وانا ولا وبس واصل ومش عارف ايه، احنا بنعمل شغل دايما في شغلي مع الناس، اي حد يقول اي كلمه بالكلام ده بيدفع 25 جنيه الشهر الاولاني، يكون معايا 10000 جنيه، بعد كده كله اخر ادب، خلاص بقى اشتغل يا ابني. يعني قبل ما نتكلم في الفلوس نوري ندي اموال، طلع قماش وريني بس. ساعتها انت مش هتحتاج تتكلم في الفلوس. حلو. ليه دايما بيقولوا الاتش ار للراجل الباد جاي، الشرير في الشركه؟ هو العلم كان كتير كده، لان الاتش ار كان زمان شكله اللي هو اولا شؤون افراد، ثانيا هو كانه الكرباج بتاع الاداره اللي هو بينفذ حاجات الاداره وبس، مع انه هو المفروض بيشتغل لمصلحه الناس. طبعا هو بيشتغل للمؤسسه بناسها، واكبر قيمه وراس مال في الشركه والكابيتال بتاعنا كله هو البشر، هو الاستثمار الحقيقي. فالاتش ار دلوقتي بنسميه بزنس بارتنر، هو دوره ان هو يشوف احسن وسائل يطلع احسن ما عند الناس عشان الشركه كمان تحقق كل اهدافها. والاتش ار الكويس بيعمل كده، وبيتخانق مع الاداره ويتخانق مع الناس ويهزر وينفعل ويطلع بافكار مبدعه عشان كل واحد يكسب، وين وين، لازم كده. سؤالي الاخير بقى، لانه نفسي اسالك في حاجات كتير قوي. ربنا يخليك. ينفع مفاهيم ومعايير الاداره العالميه العظيمه دي تتطبق على مؤسسات حكوميه معظمنا عارف مشاكلها وعارف تحدياتها؟ يعني انا كتير في حياتي قابلت رؤساء مؤسسات حكوميه يقول لي مش عارف اشتغل، متكتف، معايا ناس مش بيعرفوا يأدوا. لما يقول لك بعد كده تاني هتقولي له نقول الكلام ده في الاسم. لان واقعيا انا زي ما انت عارفه انا بشتغل كتير في عاده هيكله مؤسسات، اشتغلنا كتير جدا مع وزاره التجاره والصناعه، مع وزاره التعليم، مع التعليم الفني. كم الشباب اللي داخل في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، اعاده هيكله هيئه التامينات، الشباب الصغير بيطلع بافكار زي الفل، والقيادات اللي عايز حاجه يعملها في ظل القوانين بيعملها. في 60 اليه جوه القوانين. بس الناس ما بتذاكرش، الناس بتستسهل. المواطن العميق اللي في النص ده لو بس يثق في المنظومه يحط كل ما عنده. لا طبعا، بالعكس، انا عايز اقول لك المده اللي فاتت واللي احنا شايفينه في التغييرات اللي بتحصل في اجهزه حكوميه كتيره جدا، اسرع واكثر ثباتا واستقرارا من القطاع الخاص، ودي حاجه مبشره جدا. يعني انا اتمنى دلوقتي القطاع الخاص هو اللي توتالي شغال بدماغ الراجل الكبير. الحكومه ما بقتش كده، الحكومه بقت فعلا قيادات كتيره وناس بتشتغل وناس كتيره من القطاع الخاص محترفين جدا، عمل مؤسسي حقيقي حقيقي فعليا. يعني رغم كل الكلام المبهج المتفائل بتاعك، وده عنوان كتابك الاخير. أيوة، جميل المبهج برضه. امتى تقول مفيش فايده، هدي استماره 6 لشخص؟ استماره 6 دايما كنت بديها، وده كتابك الثاني صح؟ اول كتاب دايما حاجتين. باتاجونيا الثاني، ثاني بالظبط. الاستماره 6 اخلاقيه. لو انا في مكان بيعمل اي حاجه غير اخلاقيه يبقى انا همشي اكيد، ولو حد بيعمل حاجه غير اخلاقيه ملوش مكان وسطنا خالص. والسبب التاني ان انا ما اكون مش قادر ادي في المكان، او الشخص ده هو احسن لعيب في الدنيا لكن لا ينسجم مع هذا المكان، مش لازم يكون وحش. وده اللي احنا بنحاول نعمل اعاده تدريب تحويلي، اعاده هيكله المؤسسه، نخلق فرص، لكن لو ما لقيناش في الاخر
نقول له شكرا جزيلا انك انت وجودك هيدورك هيدورنا ومش عيب يعني. تاني برجع اقول هي دي ارزاق وكل حاجه بس وجوده في المكان بيضره وبيضرنا ومكان كله ما بينجحش يعني. ودي حاجه ممكن لانه انا بسمع ناس كتير يقول انا ضد قطع العيش وقطع اكتر قطع عيش بيحصل في حته لما اسيب حد جوه يا اما تفاحه فاسده يا اما لا ينسجم ومش بيؤدي مش بيطلع قماش فبيقطع عيش المكان كله. يعني في الاخر كلنا هنقعد في البيت لكن اي حد ملوش لازمه جوه المكان بيضيعنا. كلام بيطلع قماش واقعي بنحاول نكون واقعيين قد ما نقدر جدا يعني. عايزه اقول لك شويه كلمات خالد حبيب خلطه الموهبه والشطاره والانجاز والنجاح وحاجات كتير. عايزه اقول لك شويه كلمات وقولي وقعها عليك ايه في جمله حتى. تعريف الحب بالنسبه لك ايه؟ حياتي بقى انا عاطفي زياده عن اللزوم وكل حاجه رومانسيه جدا ولازم كل يوم العيله واصحابي والحاجات الافكار الجديده والناس ما اقدرش اعيش من غير الكلام ده زياده عن اللزوم ساعات ببقى رومانسي زياده في بعض الاوقات يعني. يعني انا بس نفسي اربط الناس العمليه قوي عندها لا الجانب لا 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 ده مظبوط يعني. انا كنت عندي كتاب شعر قبل كده بالانجليزي كله كنت بنصب بيه طبعا ايام الجامعه لكن بس لا يعني لا من غير من غير لحظه حب في حياه البني ادم انت مش طبيعي ما ينفعش. صداقه لازم برضه يكون عندك مجموعه كده السند والظهر والحته بتاعت الراحه كده نطاق الراحه الحقيقي بتاع اي حد. اصحابك بقى لهم كام سنه؟ لا احنا منهم ناس من المدرسه يعني انا وعلاء مثلا كنا في المدرسه واحنا 5 سنين فاحنا بقى لك كده داخلين على 50 سنه ما شاء الله. واو واو لا نوت شوت. الشغل يعني متعه ورساله. تعريفك للنجاح اساسي وهعملها. والفشل؟ فشل منطقي وطبيعي وهيحصل وهنقوم منه مره واثنين وثلاثه. الشباب احاول انا احاول اعيش موضوع الشباب لغايه دلوقتي بلعب تنس واتحرك بعمل شيء بس هو فعلا الشباب هو شباب الروح والقلب والاحساس. الوقت متمدد جدا حسب رغبتك لو انت عايز تعمل فيه كل حاجه في الدنيا تعملها او لو عايز تقول ان مفيش وقت هتقول ايوه حسب مزاجك بالظبط يعني. انا مشكورك انا اللي بشكرك بجد انت نورت شغل عالي ربنا يخليك وميرسي ربنا يخليك وعايزاك طول الوقت تبقى بتتابعنا وتعمل لنا اعاده تقييم كل شويه. لا ناس جميله وبشكرك انت وفريق جميل نورتونا الصبحيه. ثانك يو جدا ميرسي جدا يا دكتور. وظيفة شؤون العاملين إدارة الموارد البشرية وده الاسم الألطف لأن هي موارد لأن البشر استثمار. بعضنا بيفتكر أنها وظيفة محطوطة عشان تغلس على الناس عشان تضايقهم لكنها من أهم الوظائف الموجودة في كل الشركات. يمكن بمفهومها الحالي عمرها مش كبير يعني إحنا ما تعودناش قوي أو الشركات ما تعودتش على فكرة الـ HR غير من حوالي 10-15 سنة تقريباً كده. لكن زي ما كنا بنتكلم عن بيئة العمل وإنه إزاي الشركة تخلق بيئة عمل وظيفة الـ HR واحدة من أهم مهامها إنها توفر بيئة عمل جيدة بس للاثنين للشركة توفر لها موظفين أكفاء يشتغلوا ويطلعوا نتائج وكمان للموظف نفسه توفر له بيئة عمل عادلة وأجر عادل. لكن طول عمرها يا حرام مهنة روتينية احنا متخيلين الراجل بتاع الـ HR ده بيقعد يبص على CV ويستف الورق وبس. الحقيقة انه شخص لطيف جدا واحنا من كتر حبنا فيه ومن كتر عدد الـ HR اللي سابونا في نص الطريق وباعونا وما ردوش علينا احنا النهاردة هننتقم هنقول العشر كتبات اللي بيكتبوها بعض الناس اللي بيشتغلوا HR. هو حلقة الوصل اتفقنا لكن بعضهم بيقولوا حاجات غير معقولة. الكتبة الأولى إنه هيبص لك كده بحنية مصطنعة ويقول لك هنرد عليك بعد أسبوع. عارفين دي معناها إيه؟ مش هيرد أصلاً. شو إحنا أشطر وعارفين مش هيرد 90% مش هيرد. الكتبة الثانية هو إنه لو أقنعك يعني أو لو في الانترفيو كده أنت بتتكلم وبطل يبص عليك وابتدى يبص في الكمبيوتر وعمل نفسه مشغول في حاجة تانية كمل قال لك كمل اعرف على طول انك ما تقبلتش هو فقد الاهتمام بيك هو بيكذب عليك لما بيقولك انه مشغول في الشغل. الكذبة الثالثة لو سألت لو انت بقى موظف موجود معاه في الشركة وسألته بقى حاجة عن التأمينات عن الاستمارات عايز جواب لقدمه للبنك هيقولك الجملة المشهورة التأخير مش من عندي صدقني. الكذبة الرابعة
انه لما يقول لك في اعلانات التوظيف كلام لطيف ليه دعوه ببيئه عمل جيده، مرتب مجزي وعدد ساعات عادل، بالعربي كده 90% مش هيعرف يلتزم قوي بكل الاغراءات اللي قالها لك دي في اعلان الوظيفه. الكذبه الخامسه، المسمى الوظيفي اداره شؤون العاملين، لكن بعض الناس اللي بتشتغل الشغلانة دي بتدير شؤون المؤسسة، بتنسى الحتة دي. كذبة لما يقولك إن أنا فارق معايا قوي قوي مصلحتك. كذبة السادسة، لو قابلت واحد من شؤون العاملين في مؤسسة تقليدية كده وكنت بتدور على ورقة شهادة تخرج مثلا، يا ويلك، لأنك هيقولك إن أنا هدور عليها والأسبوع الجاي هتيجي تستلمها. اوعى تصدق، هو مش هيدور. الكذبة السابعة، في سؤال ما حدش فينا فاهم احنا بنتسأله ليه، وغالبا ما حدش فينا عنده الإجابة النموذجية ليه، بس كل أو معظم بتوع الـ HR بيقولوا لنا شايف نفسك فين بعد 5 سنين. هو شخصيا ما عندوش إجابة ليه، فما تصدقش ان هو عارف انت المفروض تكون فين بعد 5 سنين. الكذبة التامنة، ما تصدقوش لو قالك للأسف ما عرفش مرتبات حد. الـ HR أكتر واحد يعرف مرتبات كل الناس، لكن أكيد مش هيقولك. الكذبة التاسعة، لو قال لك احنا دايما بنختار افضل ناس. الكذبة العاشرة، ما تصدقش انه لو جالك ايميل بدايته اعزائي شركاء النجاح لا تتوقع اي خير من الايميل ده، لانه هيبقى بعدها اكيد خبر وحش. بعد ثواني نتكلم في 10 تحديات، لانه اكيد دي نص الصورة، لكن الصورة الحقيقية مش كل الناس بتعمل كده، واحنا عارفين ان دي أسرار بنكشفها عشان بس نقول لبعض الناس إحنا شايفين. شغل عالي شغل عالي. زي ما اتفقنا، في أقلية من الناس في كل شغلانة بتعمل حاجات سلبية، ودي خلصنا كلام فيها بقى. تعالوا نتكلم في التحديات. كل شغلانة ليها جانب تاني إحنا ما نعرفوش وما نتخيلوش غير لو سمعنا من أهل الصنعة، أهل الشغلانة يعني. الناس بتشتغل في الـ HR حياتهم صعبة جداً على المستوى الورقي، يعني هو مطلوب منه كل يوم يملى كمية متطلبات ورقية، أو حتى لو ما كانتش ورقية فورمز كده على الكمبيوتر، رهيبة جداً. ده تحدي كبير جداً وكفيل بأنه يستنزف طاقة أي حد. التحدي التاني، فكرة المسؤولية الرهيبة إنك مسؤول إنك تختار الأفضل والأنسب واللي هيكسب الشركة طول الوقت، هي مسؤولية مرعبة، لأنه ما هو حتى مهما كان شاطر هو ممكن يتخدع، هو ممكن يعين حد والشخص ده ما يطلعش مناسب. الكلمة الصعبة اللي كل HR بيسمعها، ودي التحدي الكبير بتاعه، الجملة اللي هتتقال له، أنت اللي جبت لنا الجميل ده. التحدي الثالث، المسمى الوظيفي بتاعه أكبر بكتير من اللي احنا فاكرينه، أنه الراجل بتاع الانترفيوهات أو بتاع الورق اللي بيتستف. المسمى الوظيفي لشؤون العاملين كبير ومرعب، ومهامه ومسؤولياته كبيرة قوي، بس تقنع مين؟ احنا فاكرينه بتاع الانترفيو. التحدي الرابع، أنه العالم كله بيبص لقسم شؤون العاملين على إنه اللبنة الأولى في بناء أي شركة ناجحة، لكن للأسف في بعض الناس اللي بتفكر لسه بشكل تقليدي شؤون العاملين، لكن اللي بيفهم في الشغل عارف أهمية شؤون العاملين في صنع واتخاذ القرار. التحدي الخامس، إنه هو المكان الأخطر تقريباً، لأنه هو اللي بيتجمع فيه كل خيوط وتفاصيل وغالباً أسرار الشركة بكل أقسامها ومرتباتها وتقييماتها. يعني إحنا دايماً نسميه كده البداية والنهاية، بوابة الدخول وبوابة الخروج كمان. التحدي السادس، إنه هو شخص واحد لكن مطلوب منه يشتغل داخلياً مع كل الموظفين وخارجياً مع كل الجهات والمؤسسات، والأصعب التعامل الورقي مع المؤسسات اللي بره الشركة. التحدي السابع، فاكرين لما قلنا لما بيضحكوا علينا ان الورقة ما ضاعتش عندهم؟ لو الورقة بقى فعلا ضاعت عندهم، ده أصعب تحدي في حياته، لأنه مهمته مستحيلة، إنه لازم يلاقي الورقة، وإن كل ورقة عنده وثيقة مهمة جدا، لو ما لقاهاش مش هيسلم من تعيير الناس وقت طويل.
التحدي الثامن في شغلانة العلاقات أو شؤون العاملين يعني إنه لو هتشتغلها لازم تبقى عارف إن السلم الوظيفي مش طويل قوي أو هو طويل قوي بزيادة فما بنعرفش نوصل لفوق بسرعة. حقيقي المجال ده من المجالات الصعبة جدا لأن الفروق بين المسؤوليات في الـ HR قريبة جدا، فصعب جدا إن شخص يترقى إذا كان في فرصة. وده يودينا للتحدي التاسع. رغم إن الفرص قليلة أصلا، رغم إن معظم الشركات بقى عندها HR، بس أصلا الفرص في مجال شؤون العاملين قليلة جدا، لأنه في الآخر عدد الموظفين اللي بيشتغلوا الشغلانة دي محدود جدا. التحدي العاشر، ومتهيألي إنه ده التحدي الأكبر والمسؤولية الأعظم لأي حد عايز يشتغل الشغلانة دي بضمير، إنه يستلم موظف في ليفل 1 أو في المستوى الأول. موظف هو شاف فيه كام حاجة كويسة كده فقال لك ده هينفع الشركة، ويحوله في فترة زمنية قليلة لموظف في مستوى أعلى. ده النجاح الحقيقي لأي حد بيشتغل HR. ساعتها بس هنفهم المعنى الحقيقي لكلمة إدارة الموارد البشرية، يعني إدارة البشر البني أدمين. وبالمناسبة في ناس كتير قوي تعرف تعمل كده. خد نفسك بقى شوية غالي وتعالى نرجع نكمل شغل عالي. المهندس سعيد الحكيم رائد أعمال في مجال النظم المميكنة، مدير التطوير بشركة تاجر وشركة كونفيرتد إن، وشريك المؤسس لشركة بوتمي. خبرة بمجال التسويق والتجارة الإلكترونية منذ عام 2011. هلو، أهلا. مهندس سعيد الحكيم، أصغر صاحب شركة في مصر مش كده؟ أهلا بيك. أهلا بيكي. في الأول وقبل ما أكلمك عن الابليكيشن أو التطبيقات اللي أنت عملتها عشان تحللنا مشاكل بتواجه كانت الـ HR، بس عايزة أسألك النهاردة عن تجربتك الشخصية. أنا عرفت كده أن أنت أسست شركتك الأولى وأنت عندك 25 سنة؟ يعني كمان قبل كده أعتقد. أنا عملت أكتر من حاجة، يمكن بطني هي اللي كملت دلوقتي، فدي كان عندي واحنا بنبدا كان عندي تقريبا 25 26. هي من 4 أو 5 سنين احنا لقينا ان هو طالما في فرصه وطالما في ان يعني ان انا اقدر اخش للماركت وادخل تكنولوجي جديده للماركت المصري، والماركت المصري كمان هيستفيد بيها، وكمان دلوقتي بقت اكتر في الماركت كمان العربي كله. فقلنا ليه لا، فبدانا على اللي هي اشرح للي مش عارف ايه هي بوتمي. ايه الابلكيشن، حلت مشكله ايه؟ دايما انا عارفه انه اي تطبيق او حل تكنولوجي لازم يبقى فيه ازمه، وهو اللي بيملى الازمه دي او بيحلها. طيب بوتمي، انا شريك مؤسس في شركه بوتمي. بوتمي هي منصه للاوتوميشن، الاوتوميشن بالتحديد في مجال الشات. فاحنا بنقدر ان احنا اوتوميت الشات، بدل ما صاحب البيزنس يجيب حد مثلا هو يخش يرد على كل حد بيخش يكلمه على البيزنس بتاعه، فهو بدل ما يعمل كده على طول او بدل ما يعين حد ويضطر بقى يكتر الناس كمان اللي هو بيعينهم بالتتالي يعني، فبالتالي احنا بنساعده ان هو يرد على الناس دي بشكل اوتوماتيك. لانه الاسئله ممكن تبقى متكرره بالظبط، وممكن تبقى معروفه مثلا بالزبط. في السيستم هو تقريبا بيبقى 35% من اي بزنس بيجي له الاسئله كلها متكرره. فاحنا لقينا ان هو لو في طريقه اوتوميت بيها الاسئله دي فدي هيكون حاجه احسن، زي في البنوك مثلا لما بالزبط. البنك بيدي لك اختيارات انت عايز كذا او كذا بالزبط. او كذا، والاسئله كلها موجوده ومتجاوبه بالظبط كده. اللي احنا عملناه ان احنا عملنا الطريقه دي بطريقه سهله. الاول كان الموضوع برمجه وكان الموضوع صعب جدا، كان في منصات بتكون موجوده على موجوده بره مصر يعني، بس برضو بتكون اصعب او اغلى بالنسبه للمستهلك المصري او صاحب العمل يعني في مصر. بس احنا حبينا ساعتها ان احنا نخلي الموضوع بشكل ابسط، الموضوع يكون سهل جدا اي حد يقدر يستخدمه في مجالات بقى زي البنوك، زي التجاره الالكترونيه دلوقتي، زي الاتش ار، حتى ان الناس تخش تسال اسئله عن مثلا انا فاضل لي كم يوم اجازه مثلا. فالحاجات دي كلها، لان دي كلها اسئله متكرره، وطالما بنقدر نجيبها من مكان واحد للداتا
فليه لا ما نعملش حاجه تكون بتسهل على الناس ده. فعملنا بوت مي. بوت مي بقى لها تقريبا 4 سنين. تم استضافتنا يعني في الحدث السنوي بتاع فيسبوك. ده الحدث الرسمي السنوي الاكبر لفيسبوك. كنت موجود في الايفنت ممثلا عن مصر ولا بصفتك المؤسس لبوت مي؟ احنا كذا شركه مصريه بس انا كنت المتحدث العربي الوحيد يعني اللي طلع في الايفنت ساعتها. احنا اتكلمنا عن حاجتين، اتكلمنا عن الشركه واتكلمنا كمان عن الفرص اللي موجوده في الشرق الاوسط تحديدا مصر بالنسبه لمجال التجاره الالكترونيه والاوتوميشن في مجال التجاره الالكترونيه ومجال اسمه السوشيال كوميرس او التسويق الاجتماعي. فده المجالات اللي كانت فيسبوك شايفه ان مصر من الدول اللي ليها اللي بتعامله نمو كبير جدا في العالم. احنا تقريبا ثالث اكبر دوله في العالم في النمو بتاع التجاره الالكترونيه. وده بس تحديدا اللي كنت عاوز اسالك فيه، لان انا عايز اعرف، سمعت في الفتره الاخيره كتير عن دعم الدوله لمشروعات اللي فيها افكار بتخدم التكنولوجيا او تكنولوجيا بتخدم مجالات في سوق العمل. بالظبط. يعني ايه الدعم اللي انت شفته اللي انت اخدته من الدوله وشايف انه متاح وحلو نعرف الناس عليه؟ هو في اكتر من حاجه الصراحه. يعني الدوله بقت مهتمه اكتر بموضوع الستارت ابس او الشركات الناشئه خصوصا في مجال التكنولوجيا باكتر من حاجه. زي دلوقتي تيك هي حاضنه اعمال تابعه للدوله وزاره الاتصالات. في اي تي دا بيدعمونا كتير جدا. هم دعمونا ان احنا نكون بنمثل الجناح المصري في ويب سامت. ويب سامت ده اكبر مؤتمر تكنولوجي بيتعمل في العالم، وهم بيجمعوا اكتر 10 شركات كل سنه تكون واجهة لمصر هناك. احنا كنا في موجودين في سنة 2019. كل دي مؤتمرات بتتكلم عن التكنولوجيا، بنقابل ناس من بلاد بالزبط. تانية عاملة حلول. بالظبط. حلو جداً. التعرض لحاجات شبه كده طبعا. بالظبط. وكمان يعني تشجيع صراحة سيادة الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات كان معانا في تكن سامت اللي احنا كنا موجودين فيه، وقاسنا على البرودكت يعني عجبه اللي احنا عاملينه وعجبه كمان كذا شركه كمان معانا. يعني احنا بنحاول ان احنا نكون نقدم منتج، المنتج ده يكون سواء هنا بيشتغل كويس هنا في مصر او كمان في السوق العربي ان شاء الله بعد كده في السوق يعني عموما في العالم. يعني ان شاء الله. والسوق المصري في حد ذاته كتير. احنا جدا احنا 100 مليون فرصه يعني. بالظبط. انا عايز اسالك تاني رجوعا لمهنه الاتش ار وتحدياتها اللي هي اصلا مهنه انسانيه بالاساس. بالظبط. عملت لها ازاي حلول تكنولوجيه وده يفيد ولا يضر؟ يعني انا للنظره الاولى كده اقول خساره، يعني خساره يضيع التواصل مثلا ما بين الشخص ومديره بتاع شؤون العاملين بالمسمى القديم، لانه احنا عايزين جزء انساني في الحكايه. حلتوها ازاي؟ طيب المجال بتاع شؤون العاملين او الاتش ار هو بيكون مقسوم حتتين، جزء فعلا فيه تواصل والجزء الثاني بيكون مبني اكتر على حاجات اساسيه بتتعمل مع كل موظف. زي لو احنا هناخد الموضوع ازاي الاوتوميشن هيساعد، فاحنا هناخده من الاول خالص، من اول توظيف الموظفين. ان انا بدل ما انا اقعد اجيب مثلا الموظف ده لسه هيعلن في كذا مكان عن ايه هي الوظيفه اللي هو عايز يوظفها، يشوف مين الكانديدتس او مين الناس اللي هتقدم على الوظيفه دي اذا كانوا بينفعوا ولا لا. فدلوقتي كل ده بقى بيتعمل بشكل اوتوميشن، هو بيعرضها على المواقع بتاعه التوظيف، ومواقع التوظيف دي كلها بتشوف له مين من اللي مسجلين على الموقع ده هو المناسب للوظيفه دي وبيعرضوه على الاتش ار. فهو يعني وفر الوقت اللي كان هيفرضه او كان هيقضيه كله علشان يفرز كل الناس دي كلها، فهو الوقت ده كله اتقطع بالموضوع ده. اللي انت قلته ده برضو مهم بس خطير، لانه ده يخلي الناس اللي بتكتب بقى السي في بتاعها بالزبط. تكتبه مظبوط بالظبط عشان تتشاف في بالزبط. اي منظومه بتستخدم تكنولوجيا بالظبط. ادينا نصايح كده بما اننا اتش ار. انا افتكر ان مره حد قال مفيش حد في مصر بيكتب مهاراته، كله بيكتب شهاداته. بالظبط. يعني هو هنا الناس بتكتب شهادات اكتر ما بتكتب المهارات، مع ان بره العالم بره دلوقتي ما بقاش بيعين بالشهادات قوي. جوجل وفيسبوك والناس دي كلها مش بتعين بالشهادات دلوقتي. ولكن الناس بتعين اكتر بالمهارات. احنا هنا بنفتقد ان احنا نعمل تمبلت او نعمل خلينا نقول توضيح لكل حاجه الواحد بيعملها. أوكي. ايه الوظائف اللي هو بداها، كان بيعمل ايه في الوظيفه دي. الحاجات دي بتفرق جدا مع سواء لو في اتش ار هيبص عليها او سواء لو سيستم كمان هيبص عليها. طب ولو سيستم بتهيألي اهم. لو سيستم طبعا اهم بكتير، ان هو هيبقى شايف اللي هو مهتم ان هو يماتش او يوفق الحاجات اللي طالبها موظف الاتش ار مع الحاجات اللي عند الكانديديت او عند الموظف. فلو هو ما لقاش ان هو كاتب نفس الحاجه بنفس الطريقه مش هيقدر يجيبه. انا عايزه بس اشهد الشباب اللي معانا. اسمح لي، كم حد بيكتب في السي في بتاعه؟ انتوا عملتوا سي فيهات ولا لا؟
كم حد بيكتب مهاراته؟ أنا شاطر في 1 2 3. حد عمل كده قبل كده؟ ناس كتير. في 4 من حوالي 40. يعني هو فدي نسبة فعلا، ده اللي حاصل إنه بالظبط. يعني الناس ما بتكتبش المهارات بتاعتها، ما بتكتبش كمان مهامها الوظيفية جوه وكل وظيفة وعملها الإنجاز اللي هو عمله في كل وظيفة، لأن ده بقى بيفرق جدا مع سواء هنا أو بره مصر. يعني بأن مصر بتشهد دلوقتي إن بقت في توظيف خارجي كتير قوي، يعني المصريين بيتوظفوا بره دلوقتي أسرع بكتير من جوه. يعني بيتوظفوا بره وهم جوه بالظبط، صح؟ يعني الريموتلي ريموت جوبز دلوقتي بقت كتير جدا، وبقت ده أحد الحاجات اللي في التكنولوجي. يعني التكنولوجي الموجودة في مجال الاتش ار هي اللي ساعدت إن يكون دلوقتي في مصريين كتير ممكن يشتغل في أمريكا ويشتغل في ألمانيا وهكذا، من غير ما يسيب بيته أصلا. يعني هو بيشتغل من هنا، وفي كذا سوفت وير بيساعد الشركه هناك ان هي تتابع ان الموظف ده بيقدم مهامه الوظيفيه، مركز في شغله وهكذا. طمنتني وقلقتنا. يعني انا اطمنت على انه قد ايه الدوله بترعى المبادرات دي كلها، الشركات الناشئه في المجالات دي. واخيرا بقى ادينا نصيحه يعني الاتش ار المخضرم. انا عارفه ان انت بتطور تطبيق يساعد الاتش ار، لكن ايه اللي عايز تقوله مثلا للناس اللي لسه بتشتغل بالطريقه التقليديه وتحديدا في اختياراتها للموظفين؟ الناس المفروض تبتدي تركز اكتر على التكنولوجي. التكنولوجي راحة فين؟ احنا دلوقتي بنتكلم ان تقريبا 38% من الشركات في العالم بقى بتستخدم الذكاء الاصطناعي في المهام الوظيفية للناس. يعني في خلال 5 سنين جايين هيبقى اكتر من 60% من كل الشركات بتستخدم ذكاء اصطناعي بشكل كبير جدا، بشكل مساعد للموظفين. في شركات هتزيد ل 30 كمان و25 و30% بتعتمد بس على الذكاء الاصطناعي بدون حتى الاحتياج للقرارات من البشر. يعني فالحل دلوقتي ان الناس تبتدي تركز اكتر على التكنولوجي، تبتدي تركز اكتر وهيشوف التكنولوجي كمان سنه رايحه فين، كمان سنتين رايحه فين. لان الناس دلوقتي لسه بتاخد الحاجات القديمه بتبتدي تذاكر عليها، بس هو لا، العالم بره رايح في حته تانية. ابتدت الناس تستخدم تكنولوجيز جديده، ابتدى يبقى في تطور اكتر رايح. بس الفكره كلها اللي بيكسب يعني هو اللي بيشوف السوق بره رايح فين، لان هو طالما راح بره في حته فهو هيجي لنا. ودلوقتي بقى بيجي لنا اسرع كمان مع التحول الرقمي للدوله، فهو كمان هيجي لنا اسرع. فبالتالي لازم اشوف بره ايه اللي بيحصل علشان ابتدي اشوف جوه بقى ايه اللي هيتعمل بالظبط، وعشان اعرف اخدم جوه بالظبط، شايف الدنيا وصلت لايه بالظبط. انا بشكرك جدا. ربنا يخليك، شكرا جدا. ربنا يخليك، شكرا جدا. والشغل اللي انت عامله شغل حقيقي مهم وحقيقي، شغل عالي. شكرا جدا ليك. شكرا. شكرا. كانت حلقتنا النهارده عن رجل البدايه والنهايه، الاتش ار، الشخصيه المهمه جدا اللي ساعات بنخاف منها جدا لكنها مؤثره جدا في مسيرتنا المهنيه، سواء حسينا بكده او ما حسيناش. البركه دايما في القادر يتطور، والبركه في الناس اللي حوالينا في كل مكان واللي بتعمل شغل عالي. مش بالرصاصة بالتعب والتحدي عدي، مش وقت المياصة، اعملها بقى وسجلها واكتب عندك في الكراسة، تكسب لو كنت هتلعب بالذكاء وبالفراسة، وساعتها هتبقى بيزنس مان وهتمشي وراك حراسة، وهتطلع سلم مجدك درجة درجة لمشاهدة محتوى اللقاءات كاملا وتفاصيل ودردشة عن كل الشغلانات
وكلام كتير من كبارات في كل شغلانة وفرص حقيقية لتطوير نفسك ومهاراتك وإيدين ممدودة تساعدك. تابعونا على